لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الصحابة لما تحولت الخدمة اشترى
اشفقوا على اخوانهم الذين ماتوا يعني قبل تحويل القبلة وصلوا الى بيت المقدس. فقال عز وجل الله يداعي ملكم، وهذا طبعا ما يقوم من أمال السنة من الإيمان، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، أن الصلاة تسمى إيمان. وكان الله يداعي ملكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فبعضهم قال طول شطر الإيمان يعني ثواب الوضوء مثلا أو الغسل نصف ثواب الصلاة. فالإيمان هنا يعني يبقى طول تفسر معنيها طول تطهر من الذنوب، وده مرجوح بالرواية الأخرى الوضوء شطر الإيمان. والإيمان هنا أيضا أشير به إلى الإيمان عموما، وأشير به إلى الصلاة شطر الصلاة ثواب الوضوء نصف ثواب الصلاة. المراد صلاة إلى بيت المقدس. فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة فالصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شرط الإيمان بهذا الاعتبار. طبعا من شروط صحة الصلاة طهارة من الحدث ومن الخبث، ويحتمل أن يقال خصال الإيمان من الأعمال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه. فصارت خصال الإيمان قسمين، أحدهما يطهر الباطن لأعمال الإيمان كلها، الصيام والحج والعمرة والذكر والاستغفار والهذا يطهر الباطن، والآخر يطهر الظاهر والوضوء أو الطهور سواء كان وضوء أو غسل، والآخر يطهر الظاهر. فهما نصفان بهذا الاعتبار، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. أما خبر الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فهذا شك من الرمي في لفظه. والنسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض. فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأما الحمد لله فاتفقت الأحاديث كلها على أنها تملأ الميزان. وطبعا ألف ولام استغراق، يعني كل محامد الله عز وجل يستحقها وهي لله عز وجل، لأنه يحمد على أسمائه وصفاته، يحمد على إنعامه. فالحمد أعم من الشكر، فالحمد يكون على الصفات وعلى الأفعال، أما الشكر يكون على الأفعال. ولذلك الإنسان لما يقول الحمد لله، وإذا يعني أعطي النعمة فقال الحمد لله، لكن كلمة الحمد لله يعني تكفي يعني في فقد أبلغ في الإيه في الثناء على الله. فأما الحمد فاتفقت الأحاديث كلها على أنها تملأ الميزان. وقد قيل له ضرب، والمعنى لو كان الحمد لله جسما لملأ الميزان. وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن. طبعا ميزان الحمد بيوزن فيه الأعمال، ويوزن فيه الأشخاص، ويوزن فيه ثواب الأعمال. الأعمال كما قال تعالى كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وطبعا وزن الأشخاص فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا، والحديث يؤتى برجل عظيم بالسمين فيوضع في الميزان فلا يزن، فلا يزن عند الله يعني حبة خردل. وابن مسعود لما كان يصنف شجرة فعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يوم القيامة يعني في الميزان أثقل من أحد. فالشخص نفسه يوزن في ميزان الحق، وثواب الأعمال أيضا يوزن يعني في ميزان الحق يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، إن الأخلاق الحسنة أيضا توزن. وما في قلوب العباد من حب وبغض يوزن، فإذا كان يحب أهل الإيمان فيوزن هذا الميزان الحق ويثاب عليه، إذا كان يبغض أهل الإيمان ويحب أهل الكفر والفسوق والعصيان فإن هذا يوزن أيضا في ميزان الحق ويسعد حسب عليه المرء يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على مصر الفؤاد والقلب. المؤمن يأتيه عمل الصلاة في قبره في أحسن صورة، والكافر يأتيه عمله في أقبح صورة،
وروي أن الصلاة والزكاة والصيام وأعمال البر تكون حول الميت في قبره تدافع عنه، وأن القرآن يصعد فيشفع له. وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة، كلمته هي طبعا ضعيف للحديث، وقد يكون هذا من الإيمان الموقوفات يعني من البعض السلف، لأن عبد الرزاق ومسلم بن أبي شيبة مظلمة الموقوفات يعني كلام الصحابة. والكتب الستة لم يفتها من المصيح إلا القليل يعني. بل قال لو اتفقت ابن ماجه على بقية الكتب الستة يعني الحديث فغالبا ما يكون ضعيفا. يقول والتسبيح دون الحمد في الفضل كما جاء صريحا في حديث علي. التسبيح هو التنزيه. يقول التسبيح دون الحمد في الفضل كما جاء صريحا في حديث علي وابي هريره وعبد الله بن عمرو ورجل من بني سليم رضي الله عنه جميعا، ان التسبيح نصف الميزان والحمد لله تبلغ. وسبب ذلك ان التحميد اثبات المحامد كلها لله عز وجل، فدخل في ذلك اثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها. ويترك فيها التنزيه ضمنا يعني انه موصوف بكل كمال. والتسبيح وتنزيه الله عز وجل عن نقائص وعيوب الافات، والاثبات اكمل من السلب. ولذلك السلب زي ما درسنا في العقيده لا ياتي النفي الا بما يتضمن كمال، لا يكون مدحا الا اذا تضمن كمال الصفات الوجوديه. لو انت قاعد ما بتسمعش ولا بتعلم ولا بتعقل ولا ده كله ده مش مدح. ولكن يعني احيانا يكون النفي يثبت كمال الصفات الوجوديه. ان الله لا تاخذه سنه ولا نوم، اشاره الى كمال الايه؟ الحياه والقيوميه. ان الله لا يظلم خاضر كمال الايه؟ كمال العدل. فالنفي يكون مدحا اذا تضمن كمال الصفات الوجوديه. فيقول التسبيح وتنزيه الله عز وجل عن نقائص العيوب والافات، والاثبات اكمل من السلب. ولهذا لم يرد التسبيح مجردا لكن مقرونا بما يدل على اثبات الكمال. فطال يقول بالحمد يقرن بالحمد كقول سبحان الله وبحمده. وطلب اسم من اسماء الداله على العظمه سبحان الله العظيم. فالتسبيح ياتي يعني طلب مقرون اما بالحمد لان التسبيح تنزيه والحمد اثبات الكمال لا زال استحقاقه بكل المحامد. وترى باسم الاسماء الداله على العظمه كقول سبحان الله العظيم. قوله الصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء. فهذه الاعمال الثلاثه انوار كلها، لكن كل منها ما يختص ولكن لكل منها ما يختص بنوع من انواع النور. فالصلاه نور مطلق كما في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاه فقال من حافظ عليه كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاه ولا برهان. فهي نور للمؤمنين ولا سيما صلاه الليل كما قال ابو الدرداء صلوا ركعتين في ظلمه الليل لظلمه القلوب. صوموا يوما شديدا الحر والحر يوما شهور وصدقوا صدقه شر يوم عسير. فالصلاة نور يعني تنور للعبد خبره وتنور قلبه. وهي في الأخيرة نور للمؤمنين يعني في ظلمات القيامة وعلى الصراط. فإن الأنوار تنقسم لهم على حسب أعمالهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أيمانهم يعني كتبهم. بشراكم اليوم جنات من سورة الحديد جنات تجري تحتها النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ابشروا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب. طبعا ده نور الايمان ونور العمل الصالح ونور الصلاه ونور الصيام ونور الصبر. فيقال يا فلان هذا نور يا فلان هذا نور، كل واحد ياخذ نور بحسب ايمانه بحسب اجتهاده الطاعه والعبادات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له. المنافق طبعا كان يعمل رياء وفاقد
أسجل لكم فالتنسوا نورا. قيل إلى الذين وقيل لم كان كذا وكذا، فثم يوزع النور فيضرب به المؤمنين المنافقين بسور له باب باطل في الرحمة من جهة المؤمنين والله من قبل العذاب. ده بالنسبة لغير الصلاة. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، اللي هو بيروح حوالين الشمس، يعني يلي وجه الشمس، يعني الشمس لو بتبقى هي جاب حواليها يعني زي دايرة كده من الايه بقى بروح. وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. ومنهم سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالته على ما دلت عليه، فكانت صدقة برهان على صحة الإيمان. برهان على صحة الإيمان وطيب النفس به علامة على وجود حلم الإيمان، اللي بيتصدق هو اللي بيحتسب. وطيب النفس بعلامة على وجود حلمة الإيمان وطمئنك. وفي حديث عبد الله بن معاوية العمري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. هذا طعم الإيمان. يقول: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. هذا هو الطبراني في الصغير، يقول رواه موصولا بسند صحيح رحمه الله. وكان يقال لا يفعل ذلك الا مؤمن، وسبب هذا ان المال تحبه النفوس وتبخل به، فاذا سمحت باخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحه ايمانها بالله ووعده ووعيده. ولما كان الصبر شقا على النفوس يحتاج الى مجاهده النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء. والصبر المحمود انواع: صبر على الطاعه، وصبر على المعاصي، وصبر على الاخبار المؤلمه. فالصبر لغه الحبس، صبر حبس النفس على الجزع واللسان عن التشكي. الصبر لغه الحبس، وشرعا حبس النفس عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي وجواح الرطب الخدود وشد الجو غيبا. وقيل متجبر المرض والعبوس، وقيل هو الوقوف مع البلاء لحسن الادب، وقيل هو الغنى في البل وبلا ضر شكوى. فالصبر يكون على الطاعه، يصبر على الصلاه والصيام والحج والعمره، وصبر على المعاصي، عن اطلاق البصر، عن الغيبه والنميمه، عن الزنا والسرقه، وصبر على الاقدار المؤلمه، دي انواع الصبر الايه الثلاثه. والصبر على الطاعات وعن المحرمات افضل من الصبر على الاقدار المؤلمه، قال بعض السلف منهم سعيد بن جبير. والصبر الاختياري افضل من الصبر الاضطراري، يعني يوسف عليه السلام قال: والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين. ده صبر اختياري. وقال: السجن احب اليه ما يدعونني اليه، ويطلب السجن ويرغب في السجن اذا كان في نجاه من هذه الخطة التي يمكن أن يقع فيها في الفاحش، غير اللي بيتغلب يوضع في السجن بدون اختيار منه. فالصبر الاختيار أفضل من الصبر الاضطرار. قوله: القرآن حجة لك أو عليك. قال الله تعالى: نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف: ما جلس أحد إلى القرآن فقام عنه سليما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا هذه الآية: نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون إلا وقروا وهو عليهم عمى أولئك يردون مكان بعيد. وكذلك في خواتم سورة الإيه البراءة: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ف
فالإنسان يقوم على القرآن إما زيادة أو نقصان، إما إذا كان من أهل الإيمان يزداد إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم. أما أهل الذين يبقوا النفاق واللي ينظر في القرآن من أجل الطعن فيه، من أجل يعني إثارة الشبهات، فهؤلاء لا يكسبون إلا ضلالا وغيا وخسارة. قال المسؤول: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق مقبول الشفاعة، فمن جعله أمامه قادم إلى الجنة إن من عمل به واهتدى به، قادم إلى الجنة، وجعله خلف ظهره لم يعمل به قادم إلى النار. قول كل الناس يغدو، الغدو هو الخروج أول الليل النهار لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وفيها. الغدو خروج أول النهار والروح آخر النهار، رجوع آخر النهار. فيقول كل الناس يغدو، فبادر نفسه يعني إلى الله عز وجل فمعتقها أي من النار، أو بادر نفسه إلى الشيطان فمبقها أي مولقها. فكل إنسان إما سعى في هلاك نفسه أو فكاكها، فمن سعى في طاعة الله عز وجل فقد باع نفسه لله عز وجل واعتقى من عذابه، ومن سعى في معصية الله عز وجل فقد باع نفسه أو بقى بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. اللي يباع الله عز وجل يعني بيشتري نفسه من الله عز وجل، واللي يباع الشيطان بيخسر الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال: يا أيها الذين آمنوا هل أنتم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأخرين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله بأموالهم، فمنهم من تصدق بماله كحبيب بن أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه فضة ثلاث مرات أو أربعة، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وأنشد بعض المتقدمين: أثابر بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لأن ذهبت نفسي الدنيا يصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. يعني الدنيا كده كده رايحة، فهو لو باع واشترى بها الآخرة زي ما قال الإمام الشافعي: لا ضل المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيا، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيا. فالذي يعني يبني في الإنسان في الدنيا يبني مكانه في الآخرة، فإذا كان بنى شيء يجب، إذا كان كل شغل للدنيا كل عمل للدنيا فلا يجد يعني شيئا. الحديث الرابع والعشرون حديث أبي ذر الغفاري رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، أولا فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار أن أخذ الذنوب جميعا فاستغفرني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فشأن العباد أقل وأذل من أن ينفع الله عز وجل أو يضر الله عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسانكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسانكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. وطاعات العباد لا
تزيد ملك الله عز وجل ومعاصيك تنقص من ملكي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المفيض للإبرة إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث كان عظيم المنزلة جليل الموقع، جامع لفوائد شتى من قواعد الدين العظيمة من العلوم والأعمال والأصول والفروع، وغير ذلك ما لا يحصره قلم ولا يوصيه عهد. ولذلك كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام، هو إدريس الخولاني كان إذا حدث بهذا الحديث من كبار التابعين من أهل الشام، غير أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم أيضا من كبار التابعين من أهل اليمن، كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه فعظيما شأن هذا الحديث القدسي. طبعا هذا الحديث الله عز وجل يمن على العباد يعني بفضله ويمن عليهم بأسماء وصفاته ويمن عليهم بغناء عنهم. فقولي يا عبادي إني حررت الظلم عن نفسي، فالله عز وجل الذي حرر الظلم عن نفسه كما كتب على نفسه رحمه، كما قال تعالى وما أنا بظلام للعبيد وما أنا ظلما للعالمين، هو الله يريد ظلما للعباد، إن الله يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة، ومن يعمل من الصالحات المؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. ومثل هذا في القرآن كثير، وما يدل على أن الله جل قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا وإحسانا لعباده. وقد فصل كثير علماء الظلم أنه وضع الأشياء في غير موضعها، ولذلك كان الشرك أعظم ظلم، إن الشرك ظلم عظيم، لأنه وضع المخلوق العاجز الفقير الحقير في منزلة الإله القادر القاهر. إن الشرك ظلم عظيم. يقول قول جعلت بينكم محرما، فالظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها وفي التصرف في ملك الغير. ولذلك ورد في الحديث لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، قيل لكان متصرفا في ملكه، والله هو متصرف في ملكه غير ظالم. تملك سيارة تباعها تأجرها تديها هدية لواحد، فما دام ملكك كان هذا يتصرف كما تشاء. فالعباد كلهم ملك لله عز وجل، خلق لله عز وجل، لا يسأل عما يفعل. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لا أحد يملك من الله شيئا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمعنى الثاني لو أن الله جل عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم ببعض حقه عليهم، لأنهم لم يخوفوا الواجب شكر نعم الله عز وجل في نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الحياة ونعمة العقل ونعمة الزوجة والأولاد ونعمة الستر ونعمة الإسلام ونعمة الهداية من أهل السنة والجماعة وغير ذلك من النعمة لا تحصوا، من تعود نعمة الله لا تحصوا. فهل الأعمال الصالحة تكفي في شكر كل هذه النعم؟ التفسير الثاني للظلم هو تفسير الحديث، يعني لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالمين بأنهم كانوا متصرفا في ملكه، والثاني أنهم لم يقوموا بحق الله عز وجل عليهم. فحق الله أفضل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يعصيها العباد، ولكن أصبحوا متعبين ومسؤولين. يقول منهم من فسر التصرف في ملك الغير بغير إذنه، قوله سبحانه وجعلت بينكم محرما، فالله عز وجل جعل الظلم حرام بالعباد حتى الكافر، لا يجوز أن تظلم الكافر، فظلم الكافر حرام، يعني أنه سبحانه حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظلموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، فأن الظلم في نفس
قال تعالى إن الشرك ظلم عظيم، فإن المشرك جاء المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألاه ووضع الأشياء في غير موضعها، وقال عذاب الكافرون هم الظالمون، لم يقل الظالمون هم الكافرون. ثم يلين المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. هذا النوع الأول من الظلم هو ممكن أقول ظلم ثلاثة، يعني ظلم الذي أظلم ظلم هو الشرك، وظلم العبد نفسه تقصيره في حق نفسه من دعوة في الفرائض أو انتهاك المحرمات، وظلم العباد، والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في الحديث وفي الصحيحين عن ابن عمر عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن أبي موسى عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يؤمن بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم خرج، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال أيضا الظلم، يعني أباح الله جل المظلوم أن ينشر مظلمته، أن يقول فلان ظلمان، مع أنه لا يجوز أن يتكلم عن الغيب، يعني بما يتنقصه به، لا يحب الله جار بسوء من القول إلا من ظلم، حتى إذا وقع عقاب الله جل بالظالم يعرف نفسه أن هذا شبه ظلم. وأيضا العذر الظلم دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الظلمان ويقول لأنصرنك ولو بلغ، حتى لو كان المظلوم كافرا دعوته مستجابة غير الظلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها فإنه ليس ذنبا، ثم يعني هناك دينار ولا درهم، أن الشيء الذي يوفيه يوم القيامة الفلوس اللي عليه من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات ولا مزيات أخيه فطرحت عليه قبل أن يكون تعامل بالعملة الصعبة، والعملة الصعبة مش الدولار ولا اليورو ولا الريال السعودي، العملة الصعبة هي الحسنات والسيئات يوم القيامة، لأن لا يستطيع أن يأتي بحسنة ولا يستطيع أن ينقص من سيئاته سيئة، وقد يحتاج إلى كل حسنة حتى يدخل الجنة. قول عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. بعد ما ذكر جل شأنه في أول حديث ما أوجبه من العبد الحر وحضاره من الظلم على نفسه وعلى عباده عموما، عقب ذلك بذكر إحسانه إلى عباده والإنعام عليهم مع الغنى عنهم وفقرهم إليه، وأنهم لا يقدرون على ذل من فعل أنفسهم ودفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك، وأمر عباده أن يسألوه ذلك، وأخبر أنهم لا يعتدون لا يقدرون في خطأ أطباعهم، لا يقدرون على نفعه وضره مع عظيم ما يوصل إليهم من النعمة ويدفع عنهم من البلاء وجلب المدفع ودفع المضرة، إما أن يكون في الدين كالهداية والمغفرة، وإما أن يكون في الدنيا كالطعام والكسوة. وفتح الأمر بالهداية، الهداية مهمة، ولذلك نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. قول كلكم ضال، أي من شأنكم وجبلتكم الضلالة، وجدك ضالا فهذا ضال لا تعرف الطريق. كلكم ضال، أي من شأنكم وجبلتكم الضلالة، فالناس في ظلمة الطبيعة من الميل إلى الشهوات والركون إلى المحسوسات والغفلة عن أسرار عالم الغيب والسموات، فالإنسان يولد مفطورا على قول الحق، فإن هداه الله تعالى سبب له من يعلمه الهدى وصار مهديا بالفعل بعد ان كان مهديا بالقوه، ولا في كلمه ثانيه في التراث القول. واما سؤال المؤمن من الله الهدايه نوعان، هدايه مجمله وهي الهدايه الاسلام والايمان وهي حصيله المؤمن، وهدايه مفصله وهي هدايه الى معرفه تفاصيل اجزاء الايمان والاسلام. ولذلك نطلب الهدايه، مزيد من الهدايه في تفاصيل الايمان واعانه على ذلك، وهذا يحتاج اليه كل مؤمن ليلا ونهارا، ولهذا قال الله بدا ان يقرا في كل ركعه من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم العلم والعمل.
حسرتهم لنسأل لهم وعلى أن يأخذ لهم أن يسألهم. وذلك يعني قيل لبعضهم تشكو إليه ما ليس يخفى عليه، قال فقلت ربي يرضى ذل العبيد لدي. والله جل يحب من العبد أنه يظهر فطره، والدعاء يظهر فطره ونقصه حاجة، الله جل يرى حاجتك ويمكن أن يرزقك دون سؤال وأن يعافيك دون سؤال، ولكن يحب العباد أن يظهروا فقرهم ونقصهم وحاجتهم وانتظارهم إليه. فإذا قال كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، ومن الهداية عليكم يا عبادي كلكم جاء إلى من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم علي إلى من كسبت فاستكسوني أكسبكم. قول فاستهدوني عليكم أي أطلب مني الهداية الموصلة إلي أدلكم عليها وأوصلكم إليها، ولعل طلب السؤال مع أنه يهدي من يشاء بحسن الرعاية وجميل الهداية إظهار الافتقار والإشعار بأنه لا هداية قبل سؤاله. فإذا سأل العبد ربه أن ترف نفسه بالعبودية لمولاه ولمولاه بالربوبية. وهذا مقام شريف ومشهد لطيف، وفيه دليل أهل السنة والجماعة أن الموحدين من هداه الله تعالى، من يهدي الله فهو مهتد وبإرادته اهتدى من اهتدى لا بما سواه، وأن غير المهتدي لم يرد الله هدايته. فلما صرف صرف الله قلوبهم، يعني الإنسان يعرض الله جل وعلا، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول عن أن المهتدي من هداه الله تعالى بإرادته اهتدى، يعني هو يريد الهداية والله جل وعلا أراده هداية لا بما سواه، وأن غير المهتدي لم يرد الله هدايته لأنه لا يستحق الهداية. لو كان الإنسان حريص على الهداية ويحب الهداية الله جل يهدي، ولو أراد أن اهتدى قال الله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. فقالوا لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين. وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله جل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن يهدي من يشاء ممن يستحق الهداية ويضل من يشاء ممن يستحق الضلال. ظل الله على علم انه اهل الضلال. طبعا الانسان لما يضع القلمسوه فوق راسه والحذاء في قدمه ليس هذا ظلما للحذاء، ولا هذا موضعه والقلمسوه موضعه على راسه. والله جل وعلا لما يهدي من يستحق الهدايه فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن بعلم وخبره. فليس هذا ظلما، ولكن وضع الحذاء على راس زي القلمسوه فهذا يكون خلاف خلاف العدل. وطبعا نبين ذلك في الدرس الاخير في الثمرات الزكيه في الايمان بالقضاء والقدر. وكان احد الاخوه بيقول انا ما فهمتش القضاء والقدر انما قريت هذا الجزء في الثمرات الزكيه، ارى الجزء ده انه تلخص الحمد لله تلخيص جيد من شفاء العليل بن القيم وكتب شيخ الاسلام تيميه في مساله القضاء والقدر، يعني ما زالت اقدام بعض الناس زالوا في هذه المساله زي الايمان والكفر، ايضا ما زالت اقدام الاسماء والصفات. وتجد دائما اهل السنه وسط بين من تلعبت بهم الشياطين فاوقعتهم في الافراط والتفريط. قوله يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عار الا من كسوت فاستكسوني اكسكم. لما فرض الله جل الامتنان على عباده بالامور الدينيه شرع في الامتنان بالامور الدنيويه، وكرر نداء يا عبادي زياده في تشريفهم، ولذا اضافهم الى نفسه جل شانه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه فيقتضي اصلين عظيمين: وجوب التوكل على الله عز وجل في الرزق المتضمن جلب المنفعه كالطعام ودفع المضره كالبؤس، وانه لا يقدر غير الله عز وجل على الطعام والكسوه قدره مطلقه، وان العبد فقير الى الله عز وجل فقرا ذاتيا وهو الغني الحميد، كما قال عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله غني الحميد. فغنى الله عز وجل غنى ذاته عز وجل. ولكن مخلوق فلان غني ان عنده عربيات عنده عمارات عنده مصانع، هذا غنى في الاعراض وهو يسلم منها او تسلم منه في حياته.
كسوة، فكل طائع كان جائعا حتى طعم الله، وكل كاس كان عليا حتى كساه الله عز وجل. ثم قال يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اخذ الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. وقدم الليل على النهار، قال ان الليل اساسا وقت الافطار، وقت قيام الليل وقت الاستغفار، فالناس ملأوا الليل قبل النهار بالمعاصي. فقال يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اخذ الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. فالانسان احوج شيء الى المغفره. خرج الترمذي وابن ماجه من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء غير خطائين التوابون. وخرج البخاري من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله اني استغفر الله واتوب اليه في كل يوم او كل يوم مئة مره. والحديث الاخر في مسلم انه لا يغال على قلب اني لاستغفر الله في اليوم مئة مره. وخرج الإمام أحمد أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال إن كنا نعود للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس واحد مئة مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. قالوا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا، يعني أن العباد لا يقدرون أن يولوا إلى الله نفعا ولا ضرا، لا يقدرون أن يوصلوا من خطأ إلى الله، يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له لطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه. ولتخلي الإنسان يعني لا يمن على الله عز وجل، ما موفق لطاعاته وعبادته، فالله عز وجل لم يستفد شيء من طاعاته. وذلك لما قيل عمر بن عبد العزيز جزاك الله عن الاسلام خيرا، فقال بل جزى الله الاسلام عني خيرا، مفيش حد له فضل على الاسلام، ولكن الاسلام له فضل علينا. فالانسان ما يشوفش نفسه انه هو باع في الدعوه والمبادره وانه بيجتهد في الدعوه وفي العبادات والطاعات، الله عز وجل ما يستفيد شيئا من طاعتك، انت تستفيد من هذه الطاعه، كما لا يتضرر شيء من المعصيه، وان ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا. فالعباد لا يقدرون ان يوصلوا الى الله نفعا ولا ضرا، فان الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجه له طاعات العباد ولا يعود نفعها اليه، وانما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وانما هم يتضررون بها. قال تعالى ولا يحزنك الذين ينزلون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. فالله عز وجل يمن بغناء على العباد، ويمن ايضا لنا بغناء عنهم، فيقول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يصور كل الخلق على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن والكافر والبر والفاجر كلهم جميعا كانوا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم ويسركم وجنكم كانوا على افضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقول هو اشاره الى ان ملكه لا يزيد بطاعه الخلق، ولو كانوا برا اتقياء قلوبهم على افضل قلب رجل منهم ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الإنس والجن كلهم عصاة فجرا قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه غني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. في هذا الكلام أيضا دليل أن الأصل فيه التقوى والفجور هي القلوب، كما قال على أتقى قلب. فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، فإذا فجر القلب فجرت الجوارح. ثم قال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص
ذلك إما عندي إلا كما يمخص المخياط إذا أدخل البحر. مش بس الناس المعاصرين مثل البشرية هنا 6 مليار أو 7 مليار من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل هؤلاء اجتمعوا في وقت واحد في مكان واحد وقاموا ينزلون الحوائج بالله عز وجل والرغبات والطلبات. فالله عز وجل من كمال الغنى من كمال السمع كمال اسمه وصفاته انه يسمع الجميع في وقت واحد، لا يشغله سمعا سمعا، ويجيب الجميع في وقت واحد، لا يشغل اجابه الداعي عن داعي اخر. ومن كمال الغنى لا ينقص عند الله عز وجل اذا اجاب الجميع الى ما يطلبونه، لا ينقص ما عند الله عز وجل الا كما ينقص المخيط الى ادخل البحر. ما تجيب الابره كده تطلع البحر تطلع مش ناقص حاجه من البحر، كذلك ما عندك ينفد وما عند الله يبارك. يقول فالمراد بهذا الذكر كمان قدرته وكمان ملكه وان ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. كما في الايه في الحديث ياتي يد الله ملء لا تغيضها نفر، تغيضها ان تنقصها يد الله ملء لا تغيضها نفر. رايتم سحاء الليل والنهار بالليل والنهار ينفق على بابه. افرايتم ما انفق ربكم منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض الى ان ينقص ما في يمينه. ورد ايضا في روايه الحديث ذلك لاني جواد واجد ماجد اعطاني كلام وعذابي كلام، انما قول شيء الى الاطراف ان اقول له كن فيكون. فمن كان يخبر بكلمه كن لا يعجزه شيء ولا ينقص يعني ما عنده بالايه بالعطاء. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدهم فلا يقول اللهم اغفر لي ان شئت، ولكن يعزم المساله وليعظم الرغبه فان الله لا يتعظم شيئا. يعني ما هو طمع يعني الله عز وجل غني فيحب ان يتفضل على عباده. وعند ذلك الصحابي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سل يعني ادعو لك بشيء، فقال اسالك مرافقتي في الجنه، قال ما انكرش علي، قال فاعني على نفسك بكثره السجود ام كثره الصلاه. قال ابو سعيد الخدري قال ابو سعيد الخدري اذا دعوتم الله فارفعوا في المساله، كما قال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه فاسالوا في الدرس. ما تقولش يا رب خليني اخر واحد في الجنه، اديني اقل منزله في الجنه، لا اسال في الدرس انه وصل الجنه واعلى الجنه وسوف عشره. اذا دعوتم الله فارفعوا في المساله فان ما عنده لا يلفته شيء، واذا دعوتم فاعزموا فان الله لا مستكره له. يعني بعض الاخوه يقول ربنا يكرمك ان شاء الله، ربنا يهديك ان شاء الله، يعني هذا ليس من ادب الدعاء. يعني يعزم المساله اللهم اعطيه، اللهم اكرمه. تعليق الدعاء بالمشيئه ليس من ادب الدعاء. قال عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ويشهد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الكسوف واريد الجنه فتناولت منها عقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. وفي بعض الروايات تقريبا لا ينقصونه شيئا، يعني لان هذا ما عند الله جل في الجنه، فكان الجنه لا مقطوعه ولا ممنوعه، يعني لم ياخذ ثمره بيطلع مكانها ثمره، ولا ممنوعه مش موجوده في الصيف وغير موجوده في الشتاء، لا هي على الدوام، لان ما عند الله عز وجل لا ينقص. ولذلك كان يستحب الايه الطمع في الدعاء. قولوا يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. قال عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. فالانسان ينال ببركه الطاعه في الدنيا وشؤم المعصيه في الدنيا، ده الحسن ورد في الواجب في القلب.
وسعة في الرزق ومودة في حلو الخلق وإن سيان لغمة في الوجه وسواد في القلب وضيق في الرزق وغمة وبغضة في حلو الخلق ولكن إنما توفون أجركم يوم القيامة لا معدل بالحسنة والسيئة ولكن توفية العمل يوم القيامة يوم يبعث الله جميعا في ربهم بما عملوا أحصاه الله ونفسه وضل المراد توفيته يوم القيامة كما قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله على عبده من غير استحقاق له والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله حسنة هنا بمعنى النعمة والسيئة بمعنى المصيبة أو البلاء ما أصابك من حسنة فمن الله يعني الإنسان قد لا يقدم في الحسنة يعني بعض فضل الرازل ولكن السيئة لا بد أن يقدم لها كنا هو سبب فيه ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسه قال علي رضي الله عنه لا يخلو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه فالله سبحانه إذا أراد توفيق عبد وهدايته أعانه ووفقه لطاعته وكان ذلك فضلا منه ورحمة وإذا أراد خذلان عبده وكلامه إلى نفسه وخلى بينه وبينها فالتوفيق ألا يكل الله جل إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين وكذلك عدلا منه فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب وإرسال الرسول فما بقى لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسول وكان مطرف ابن عبد الله بن الشخير يقول اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات وإن كان الأمر شديدا كما نخاف ونحذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صلاح غير الذي كنا نعمل نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك يقول على كل حال سنجتهد في الطلب والعبادات فلو نجا هتبقى مزيد من درجات وإن كان الأمر شديد كما نخاف لا نقول ربنا أخرجنا نعمل صلاح غير الذي كنا نعمل نقول قد عملنا فلم ينفعنا ذلك نكتفي هذا القدر ونأجل يعني أدعوكم أن تسمعوا كل الحديثين طوال تقولوا بهذا الأسئلة وأجلكم وصلى الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.